صورة تذكارية وشكرا للفنانة. عندي يا حبيبي يا أول مرة غادي نحي، قلت لي انا حي، قلت لي محمدي، قلت لي انا محمدي، قلت لي دايرين فيه الفيستيفال ديال الوطني للقصار القامة بالمغرب وبالضبط بمدينة الدار البيضاء. حط لي الفردي هنا، قال لي حطها في اسبانيا. الاخر بشطون محن، قال لي يا ودي انا حطيتها ما عرفتها فين نزلت، تبارك الله عليكم. من نشكي يا لي مفاجأة من العيال الثقيل، ظلت وفية للكلمة الجميلة واللحن الجميل والغناء الملتزم الذي أطرب كل المغاربة في كل المدن المغربية. إنها المجموعة الناجحة، مجموعة السهام. نشكر الاخوان والزملاء اللي بهم قصه قامه في الجمعيه الجديده، وكنتمناها تزيد القدام ودير جميعها خاصه ديال الاحتياجات الخاصه ديال القصه قامه. ما نتمناوش، نتمناو تكون عندنا جامعه خاصه ديالنا، ما نتمناوش يعني يستغلنا شي واحد اسوء، يعني حنا مازال مستغلين الناس. ورحنا مشينا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.